بخير عليكم يا الخوت والخوات، اسكي ديالي لاباس عليكم؟ كيبقاو مزيان اموال يا ميم؟ عارفين اني كنت غنصلح لكم الفيديو، ما كنهضرش عليكم رغم كيما كنلبي لكم الطلب ديالكم. اليوم هذا الصباح ضد كنقول انا نبدل شونجي الفطور، ماشي كل نهار البيض البيض البيض، شونجي شي شويه. ولكن صراحه فقت وانا مشي هي الخبز بالبيض، بقى لي واحد طريب ديال الخبز. ها هو طريف الخبز، شديته قطعته طريفات صغار وغادي نديرو مع البيض وغادي نقليه. وعلى ما مشى احساس يتسخر يجيب ليا الطحين باش انني نعجن، حيت كتعطاتني واحد السيده مسكينه كتعطاتني خميره وعطاتني الفور الفينو والفورس. ما حس انا ما استعملتش فورس بزاف كنت غير كنقلي به. المهم ما بقاليش، ومهم هذا موضوع اخر. دابا مشيت معكم دابا الفطور وقررت اتي على الطابره في البيت، قررت ندير خبز بالبيض. حنا كنقولها السيور، مش ميكوس قولوها. غناخد واحد زلافة، هاهي خد واحد فورشيط والبيض، ها هو غير بيضة حيت ما عندش هنا الخبز بزاف. ضروري ما نديرو شويه ديال الملح، الاحساس خرج مشى سخر ولكن ما جا ما ملح ما لحش لبوبه. بعد ما كنديرو هذا مقص البيض بشويه ديال الملح، ها هي ضروري اش كتجي بغا يدير ثاني ديال الخبز ولا بغا صافي. كنخلطهم مزيان مزيان مزيان. عارفين الخوت ضريا كيوجد الفطور و ضريا كيوجد هاد الخبيز، بس نحن البيضة ضاعي خلينا ناخدو واحد مع العلم المغسولين. من بعد ما كنديرها هكا نغسلها تا تسخن لينا المقلاة، على ندير الزيت انا هذا على الزيت في البطاطا. ندير الزيت ولا كيشرب الزيت هادشي يا خوت؟ غير شويه باش ما نمشي داك النهار في انستغرام. كنت كناكلو واحد البنت قالت لي شنو كتاكل، قلت لها كناكل الخبز والبيض، قالت لي صيبي لينا الوصفه كيف كدير هاد الصايبي. سبحان الله يعني كلشي كيعرف يصيبو. قالت لي غادي نشارك معاكم الوصفه. ايوا دابا مباشره نحط الصايبه هكا زيرا، ماشي مشكل ندير لها لا سوليسيون. ايوا كنحطوها هكا ماشي مشكل، حيت الزفاف غادي يبقى. بحال هكا عاود الاحساس عاد جا صافي. ما لقيتيش التفاجا كان احسن دان ما كاينش. هذا الحبيب مي ما هو هذا كاين فورس فورس و بيزا. ايوا مزيان الحبيب هو عاد جا بخوت احساس. صباح الخير، اكيدايرين كيف حالكم انتم بخير؟
شو حب في العطي ديال السيمات اللي خلي ديال المشيشه ديال والراحة صحتكم وراحتكم الخوت هانتوما.